مرحبا برج الحوت، أهلا بك. أرى أنك عزيزي برج الحوت، أنت من الأبراج المائية طبيعتك، فجدا طاهر ونقي في مشاعرك. ولكن بعض الأشخاص أو بعض الناس ما يقدرون هذا الجانب منك، من صفاء المشاعر، ولأنك إنسان جدا نقي وسادة وطيب، فيأخذون على محمل مختلف، يعتبرون أن هذا ضعف. ولكن طبعا هذا ليس ضعف، وهذا موطن قوتك، لأن أرى أن في شخص احتمال تقدم لك أو سيتقدم لك. أرى أن آتي يعني مو من فترة قديمة، هذا الشخص إما سيكون في الحاضر أو المستقبل، احتمال أنه سيتقدم لك، ولكن طاقتكم كأنها ترجع العكس، لأن هذا الشخص رح يقع في الكثير من الأغلاط باتجاهك في البداية، ومن ثم سيرجع عشان يصحح الوضع. هذا الشخص أرى أنه من عائلة كبيرة مرموقة، منصبه ممتاز، أو لديه مستقبل ممتاز بسبب عائلته. أشوف أنه يأتي من عائلتين، احتمال أحد الأبوين من منطقتكم أو دولتكم، والشخص الثاني الأب الثاني أو الأم من دولة أو منطقة ثانية، وهاي اللي سبب له أنهم عايشين احتمال في المنطقة أو الدولة الثانية. فآتي إلى منطقتكم، راح يكون يقع الاختيار عليك. ولكن هم هذين الأشخاص، هاي الشخص الشريك يعكس طاقة أهله، عندهم شوي نوع من التعالي، يحبون يأتون يدخلون إلى أي عائلة جديدة، يعني احتمال عائلتك، ويفرضون على أنفسهم، يفرضون طاقتهم، يتحكمون بكل جوانب الخطبة والتفاصيل، يكونون هم المسيطرين، متعودين دائما، معروفين أنهم المسيطرين، وأنتم مو أول أشخاص راح تتعاملون مع هاي العائلة وتشوفونها بهالطريقة، يعني هاي بالنسبة لهم مثل النمط، معروفين أن شوي عندهم تعالي. وهذا الشخص أيضا يعكس البيئة اللي تربى فيها، ينظر إلى نفسه أنه هو أفضل خيار بالنسبة لك، يعني كأنه ينظر لنفسه أنه هو الملك أو الأمير اللي راح يخطب بنت الفلاح مثلا، أو إنسانة بسيطة، حتى لو ما كانوا، مو شرط يكون عندهم فعلا أموال أكثر منكم، مو شرط، ولكن هم ينظرون إلى نفسهم أنهم أفضل بغض النظر. هم فعلا من عائلة محترمة وكبيرة ومثبتة نفسها، يعني احتمال يكونون شوي ارستقراطيين، ولكن جدا غلطانين في وجهة النظر، لان احتمال ان انتو فعلا اشوف ان لديكم ايضا، انت عندك اصلا اسرة وكل ما يمتلكونه هاي الاشخاص احتمال موجود ايضا في اسرتك او عائلتك، ولكن هاي الاشخاص هكذا نظرتهم، ان نحن الافضل، نحن اللي نختار الشريك، ونحن اللي نفرض رأينا. فهاي الشخص لما يدخل حياتك راح يكون مثل أسرته، أو ماشي على نفس نمط أسرته، وهو الخطأ اللي راح يسوي، راح يكون أناني معاك، ويعتقد نفسه مثل ما قلت لك كأنه الشخص المنقذ إليك، وكأنه يعني أنه راح يخرجك من الظلام إلى النور بعرض الزواج وبعرض الحب ماله. ولكن هو جدا غلطان. الإيغو هي طاقة الشيطان، الأوهام، الخطأ، الأنانية، رح يكون غلطان في وجهة نظرة تجاهك وبطريقة تعامله أيضا. عندك Page of Water، هذا الشخص مقلل من، يعني قدرك بالنسبة له ليس كبير، يشوف نفسه أنه هو أفضل منك، أحسن منك في المستوى. أنت طاقتك Page of Water، احتمال أنك متواضع، وانت اللي قاعد تنتظره بزيادة، لان هاي طاقتك الطبيعية، طاقة الماء، فانت متواضع حق هذا الشخص، انت على طبيعتك عزيزي برج الحوت. ولكن هذا الشخص احتمال يكون من الابراج الترابية، اشوف طاقة برج الجدي، احتمال الثورة والعذراء، بس هذا كرت الجدي، او مو شرط انه يكون من الابراج الترابية، احتمال يكون اي برج ولديه في قائمة وتفصيل أبراجه، له احتمال أن القمري عنده في الجدي، أو عنده الكثير من عناصر الأرض والتراب في برجه.
الذي سيحدث في المستقبل بينكم بعد هذا العرض البسيط اللي راح ما يليق صراحة بمقدارك أنت يا برج الحوت. هو راح ينظر لك أو راح يكون الوضع أن دائما سؤال بينك وبينه أو بين أهله وأهلك أن أنتو شنو راح تضيفولنا. هو معتبرين ولدهم أنه هو وصل لمرحلة الكمال أو بنتهم وصلت لمرحلة الكمال، فمجرد محتاجين شخص يكمل الشراكة عشان الشخص يتزوج، ولكن مو قادرين يستوعبونه أن أنت مو أقل منهم. هم ينظرون إليك أن أنت أقل منهم 4 إلى 9، فهم يشوفون كأنهم راح يرفعون من مستواك الاجتماعي، احتمال لأن ابنهم أو بنتهم تعليمها أكثر، دراستها أكثر، عندهم أموال ومناصب أكثر، أبوها مثلا منصب كذا، يملك كذا، في تعالي في الموضوع. فقبل أن يتم الزواج أرى أنه راح يكون في سؤال من جانب أهله أو سؤال من جانبه هو الشخص، جانبهم، جانب الشريك، شنو راح تضيفولنا؟ وهذا خطأ لأنهم القادمين باتجاهك، فهم المفروض يعرضون عليك شيء. شوف عرضهم جدا صغير وبسيط، يعني مجرد احتمال فاتحوكم في موضوع الزواج بس مرة واحدة وعلى طول دخلوا في مسألة أنتوا ماذا راح تضيفون لنا، وابتدوا يتحكمون، ابتدوا يفرضون سيطرتهم. هذا الشيء اللي راح يخليك عزيزي أنت برج الحوت ترفض أن تكمل معاهم بنفس الطريقة ونفس الأسلوب. أشوفك راح تسحب نفسك، راح فعلا توصل لمرحلة معاهم حتى لو كنت في البداية ترغب في الارتباط، لما تشوف طريقة تعاملهم معاك ومع الأهل راح ترفض أن أنت تكمل الطريق، وتقول لنفسك أو لهم حتى يكون كلام بينكم أن أنا فعلا لا أملك نفس مستوى التعليم، نفس مستوى المال أو كذا وكذا، ليس لدينا نفس المناصب، ولكن احنا قانعين وراضين بوضعنا. اشوف ان الكلام راح يكون بين الاهل، يعني الاهل حتى اهلك واهله، انت وهو وكل واحد على جانب اهله، احنا قانعين وراضين، هاي جانبك انت، وانت اللي انت انت طرقت الباب، انت طلبت الخطبة، انت فتحت موضوع الخطبة. عشان كذي انا قاعدة اشوف ان شخص جديد احتمال من العدم يظهر هو وأسرته، يمكن يشوفونكم في مكان، يسمعون عنكم في مكان ويطلبون القرب، ولكن راح يكون في مشكلة في مرحلة الاتفاق على تفاصيل الزواج وعلى الحياة الزوجية. احتمال ان هذا الشخص راح يطلب منك ان انت اللي تأتي الى المنطقة اللي هو يعيش فيها، انت تأتي وتعيش معه في بيت الأسرة، هذا راح يسبب لك مشكلة ايضا، ما راح تقبل هذا الشيء، وتحس ان العرض ما يسوى انك تترك حياتك واهلك واسرتك وحياتك الخاصة عشان تذهب لشخص يحسسك انه راح يجعلك عنده مجرد اضافة يعني في حياته. المرحلة القادمة بعد هنا راح يكون عندكم عرض زواج مثل ما قلت لك، وهنا عدم قبول للعرض او في ضوضاء حول العرض، ما راح يكون في قبول يعني تام. أشوف أن هذا الشخص نفسه راح يكون جدا موهوم بأشياء كثيرة، طاقة الإنسان الموهوم. احتمال أن اللحظة اللي ما تتم فيها الخطبة، هنا عندك لحظة لا تتم فيها الخطبة، يتفركش الموضوع، على طول هذا الشخص أو أهله يقلبون وجههم، راح يراونكم وجههم الحقيقي ويقولون لكم مثلا ولدكم أو بنتكم أو أنتوا يعني يا برج الحوت لستوا الخيار الوحيد، احنا لدينا الكثير من الخيارات نستطيع ان نخطبها لنا، لدينا الكثير من الخيارات ان كانت مرأة او رجل، الكثير من الخيارات، وولدنا او بنتنا لديها الكثير من الخيارات، الموضوع ما راح يوقف عليكم. ولكن المضحك ان فعلا العدالة الالهية راح تتدخل والموضوع فعلا راح يوقف عندك يا برج الحوت، ان هذا الشخص من نصيبك، ولكن طريقة تصرفهم هي اللي عرقلت ووقفت الموضوع، طريقة تصرف الاهل. اوكي،
الموضوع راح يوقف عندك. ليش؟ لأن من 7 الأكواب الخيارات راح تقل 6 الأكواب. 6 الأكواب هي مرحلة الحبيب الأولي، رجع من 7 صار 6 قل. فلما فعلا يروحون يتجهون نحو اتجاه ثاني، يروحون فعلا إيش يكون الخيارات الثانية اللي تشجعوا أن يتركونك ويذهبون من أجلها، وبدل أن يعتذرون عن طريقة تصرفاتهم السابقة ويعدلون من أطباعهم، بالعكس راح يقولون لك سوري عندنا خيارات، الموضوع ما راح يوقف عليك، باي مع السلامة. وراح يكتشفون بالطريقة المؤلمة المرة أن الموضوع فعلا هو نصيب، وهو وقف عندك، وطريقة تصرفهم خاطئة. لأن اللي قاعدة أشوفه أن العدل الإلهي هنا الكارما راح تتدخل وتأتي إليك بحقك. فلو كنت منزعج من اللي حدث في هاي المرحلة أبدا لا تدير بال، لأن المطلوب منك أن لا تحرك حتى شعرة واحدة، ولا حتى تتشمت باللي سيحدث لاحقا، لأن سيحدث الكثير لهؤلاء الأشخاص، لهذا الشخص وعائلته، اللي راح يكسر شوكتهم، راح يكسر كبرياءهم وغرورهم. لا يجب عليك أن تفعل أو تطلب أو حتى تدعو لأي شيء، العدل الإلهي موجود وراح يتدخل. هاي الكرت قاعد أفهمها بهاي الطريقة. ليش؟ لأن احتمال أن أنت أيضا بعد ما يصير هذا الموضوع راح تحاول أن تكمل حياتك بشكل طبيعي، ولكن كأنك تحس أن هذا الشخص، حسيت على مستوى أن هذا الشخص هو شريك حياتك، هو فعلا نصيبك، أنت حسيت لأنك حساس يا برج الحوت، وكأنما كأن أنت عطيت ظهرك تحاول أن تتناسى الموضوع وتنظر إلى أشخاص ثانيين، عروض ثانية، حياتك العادية. ولكن أحس دائما قاعد تنظر للأغصان اللي ورائك، عندك 3 أغصان، تنظر إلى الذكريات مع هذا الشخص، علاقة الحب مع هاي الشخص، في أمور في الفترة البسيطة اللي كنتوا مع بعض فيها لحين عندك حنين إلى الماضي معه. فهو سيتجه نحو خياراته، أنت ستدير ظهرك إليه وتحاول تكمل حياتك بطريقة طبيعية. ولكن 6 الأكواب، في شيء في الماضي لحد الآن لم يختم، لم يغلق. شنو تتوقع في المستقبل؟ عندك كارت العدالة جاستس، وعندك ايس اوف اير. اللي اشوفه ان راح هذا الشخص احتمال يخطب او يتزوج شخص ثاني او يتقدم لاشخاص ثانيين، ولكن كل المواضيع سوف تفشل. اذا كان خطوبة ستتفركش، اذا كان زواج سينتهي، اذا كان خيارات ثانية فسوف يرفض. في النهاية كل الخيارات اللي تحدث عنها هو وأهله أو هي وأهلها، كلها راح تكون يلاقونها مثل السراب غير موجودة. إما ترفض إما تنتهي، إما تغلق في وجههم، لأن العدالة الإلهية هي اللي قاعدة تشتغل عندكم. العدالة الإلهية أخذت الكنترول، لأن هني كان في خطأ كبير قاعد يصير وعدم اتزان في المعادلة بينكم. هذا الشخص بسبب اللي رح يصيده مع الخيارات الأخرى مع الأشخاص الثانيين رح يرجع لك بكل انكسار. احتمال أنك ما تتوقع رجوعه، لأن أنت شوفك خلاص عطيت ظهرك وتحاول تكمل حياتك وتشوف فرصك الثانية، ولكن هو سيرجع لك وسيكون مكسور هو وأهله، مثل اللي احنا نقول عينه مكسورة أو مستحي. راح فعلا ذيك اللحظة يستوعبون فيها ما الذي فعلا فعلوه، وأنك ما تفعل تجازى. هم تكبروا لحظة من اللحظات ومعاك، ولكن راح يعرفون ان الله حق في هاي الموضوع، واحتمال انه فعلا يرجع لك
وانت ترفضه او تقول له لا خلاص ما افكر فيك ما اقبلك بعد اللي صار، احتمال. ولكن بغض النظر عن ردة فعلك انت يا برج الحوت، هذا الشخص سيرجع، لن يرجع بس هكذا، سيرجع اول شيء يعطيك حبه انه فعلا في حب، وايضا في نية جادة للزواج، حب وزواج في نفس الوقت. يعني ما راح يرجع يقول لك خلاص خلنا نتزوج الحين، لانه يعرف ان الموضوع بالنسبة لك صار فيه حساسية، انت ما تبي يرجع لك لانك خياره الوحيد او الشخص الوحيد اللي راح تقبل فيه. فاول شيء راح يسوي انه يكسب قلبك، يكسب ثقتك، مشاعرك من جديد، يحسسك انه يحبك، ثم راح يعرض عليك الزواج والاستقرار. والبيت والأسرة والأطفال، عندك أربعة الأغصان وهي طاقة يعني الحياة الزوجية أو عش الزوجية. عندك هايروفانت أو اليونيتي، مأذون الزواج، يعني من الكارتات أشوف أنك راح تقبل عرضه بعد ما يعتذرون ويصححون أخطائهم هو وأسرته وعائلته. ليش هذا الشخص؟ أشوف إنه من هاي الكارتات، مو قلت لك هنا عنده خيارات كثيرة، سبعة الأكواب، هذا الشخص هو برغبته على مستوى من المستويات، يمكن حتى هو غير واعي لهذا الشيء، على مستوى من المستويات هو اللي راح يسبب أشياء تفركش الخيارات الأخرى بالنسبة له، لأنه هو يريد أن يرجع لك. ويحس ان اي شخص غيرك راح يكون الشخص الخاطئ بالنسبة له، فراح يحاول ان بقدر الامكان الخيارات السريعة بسرعة يفركشها. اذا كانوا مثلا اهله يخطبون لفلانة وفلانة وفلانة، هو راح يرفض ولكن بطريقة دبلوماسية، يعني راح يحسس اهله ان هذا الشخص غير مناسب، انا مش رافض الزواج، انا مش رافض الارتباط، هذا الشخص غير مناسب، مو أنت، لا الخيارات الثانية. وراح يرحل عن واحد واثنين وثلاثة وأربعة لين ما ينتهي من جميع الخيارات ويرجع لك. ولكن أشوفه في السابق هو تقدم لك بشكل رسمي، أو راح يتقدم لك في البداية، بداية قصتكم تقدم رسمي، ولكن في رجوعه راح يكون يحاول، لأنه راح من طاقة الأهل والأسرة والعائلة إلى طاقة شوفني أنا بروحي، راح يحاول على مستوى شخصي اول شيء يرجع لك انت بروحك، يكلمك لحالك، يتفاهم معاك بروحه بعيد عن الاهل والدعوات الرسميه وان يدخلون اهلك واهله، راح يحاول يتفاهم وياك على صعيد شخصي فقط انت وهو، يعزمك على مكان، يقترح عليك ان تذهبون لمكان معين للتحدث، ومن ثم عندما ياخذ من عندك الاوكي والموافقه راح يكون على طول ارتباط، حب وزواج وتأسيس الأسرة، راح يكون مستعد انه يأسس معاك الأسرة اللي انت فعلا تستحقها. يعني هو شنو الرسالة لك يا برج الحوت؟ انه فعلا هذا الشخص هو فعلا شريكك ونصيبك، ولكن احسن من انك تقبله وهو في هاي الوضع الاولي معتبرين حالهم انهم احسن منكم، انهم اعلى منكم، انهم افضل منكم، انهم متفضلين عليكم لان عرضوا عليكم الزواج فهم متفضلين عليكم، أحسن أن تنتظر فعلا تخلي هذا الشخص يروح يشوف خياراته الثانية، يشوف حياته، احتمال يرجع لك عقب انفصال من خياراته الثانية. ولكن أتمنى لا، لأن ما أشوف أنه في أبناء مع الخيارات الثانية، ولكن معاك أنت راح يكون في زواج واستقرار وحياة زوجية سريعة. وايضا في طاقتي هني انه راح هذا الشخص، شوف هذا الشخص يفهم اهله جدا من النوع اللي متحكمين ويتدخلون في كل شيء، وهم كانوا سبب الفركشة الاولية. هذا الشخص راح يكون ذكي. شلون ذكي؟ راح يحاول قدر الامكان بدل ما انه يواجه اهله، راح يكون قدر الامكان يحاول ان يبتعد عن اهله. شلون يعني؟ يعني يتفق معاك انت
على كل التفاصيل، يخلي الأهل يقولون اللي بيقولونه ما عليك منهم، ولكن يحاول يمسكك أنت، يتفق معاك أنت على كل التفاصيل عشان تبتدون حياتكم مع بعض. يعني اعتمد على كلام الشخص هذا معاك لما بعدين تتفقون على تفاصيل الزواج. دائما كلمة هو وخلى هو يكلمك أنت، حاول أن التواصل يكون مباشرة بينك وبينه عشان ما يصير يرد تصادم العوائل مثل اللي صار شفته قبل. دائما خلى على صعيد شخصي، تكلم معاه مباشر عشان تأسسون حياة بعد الزواج. أنتوا راح تكونون مستعدين أن تعيشون مع بعض في حياة أسرية مستقلة، ولكن احتمال أن يأتون الأهل يكون في تدخل اللي ممكن يسبب ضوضاء على طاقة أربع الأغصان، طاقة المنزل، هو تدخل الآخرين. فالتر يخبرك وينصحك أن دائما ركز على هاي الشخص اللي معاك، دائما ركز عليه، خل تواصلك معاه، تفاهمك معاه، خليك جدا متفهم، يعني حنون في التواصل، هادئ مستقر في طريقة كلامك معاه، لأنه ستحصل على ما تريد. عشان ما نرجع لنقطة البداية يا برج الحوت، راح أسحب لك آخر كرت تبع النصيحة. آخر نصيحة لبرج الحوت بخصوص شريك المستقبل. Like attracts like. If you long for more love, be more loving. هاي رسالة لك، إن يعني بما أن فاقد الشيء لا يعطيه، فكن أنت في البداية، كن أنت ما تبحث عنه. إذا أنت تبحث عن شخص يقدرك، أول شيء أنت تقدر نفسك فعلا. خلي يشوف هاي الأشخاص، خلي يشوفون أن أنت تقدر نفسك، تقدر أهلك، تقدر عاداتك وتقاليدك عشان هم يقدرونك. لا ترضى أقل مما تستحق بس مجرد عشان ترتبط وتتزوج، ولكن المشاكل راح ترجع تلاحقك إذا رضيت في الوضع الأولي. خلي الموضوع يتحول إلى خلي الوضع يتحول إلى الطاقة الثانية، الطاقة اللي